الله. طب انت ليه مخلي لسانك عطلان يا اخي؟ انت راكب السياره وساكت، مش هقول لك مشغل تسجيل ولا بتاع، ساكت اهو، ليه ما تقولش سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ ليه ما تقولش كده؟ ليه ما تقولش سبحان الله وبحمده؟ معطل لسانك ليه؟ رايح ماشي، رايح مشوار، ماشي على رجلك لاي مصلحه، ساكت ليه؟ لماذا تعطل هذا اللسان اللي هو يجيب لك حسنات لا آخر لها؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل وأحرز 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه هذا. يعني الشيطان لا سبيل له عليك في هذا اليوم اللي أنا بقول لك الشياطين أعدى لك، وإبليس بيبعت لك شياطين عايز تعمل حرز على نفسك. قول الذكر ده 100 مرة في مطلع الصباح، قلنا 10 رقاب من ولد إسماعيل، 100 حسنة يحط عنه 100 سيئة تكون حرزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة ولم يعمل أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل زاد عليه. طب ما تعمل 100 وتقول 150 مرة. أنا لما جلست عشان أعد 150 مرة ما كملتش تلت ساعة، 20 دقيقة في يومك بعد ما تصلي الصبح. قول حاجتين، قول الذكر ده 100 مرة على الأقل عشان تاخد الأربع حاجات دول، أو 150 عشان تبقى أفضل من اللي قالها 100 مرة. خلاص. الحاجة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة نفسك فيها؟ نفسك في ديت؟ طب بينك وبين نفسك احلف بالله إن نفسك فيها، تاخد كل يوم 1000 حسنة أو تحط عنك 1000 خطيئة، أنت في اليوم بتعمل 1000 خطيئة؟ عدي خطاياك في اليوم. ممكن أحد يقول لك لا، أنا أقول لك آه. إزاي؟ كل نفس لا تذكر الله فيه ينزل بمنزلة الخطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: كل ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها ندم عليها يوم القيامة. واخد بالك إزاي؟ طب عايز تاخد 1000 حسنة في اليوم، وكل دي أحاديث صحيحة، أنا لا أذكر في محاضراتي حديثا ضعيفا قط إلا أن أنبه عليه. حديث سعد بن أبي وقاص: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة أو تحط عن 1000 سيئة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيح يأخذ 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 سيئة. أنا لما سبحت 100 تسبيحة ما خدتش مني 5 دقايق، ما أنا ماسك الساعة. قلت أما أشوف كل ذكر موقت بوقت ولو أجر أمسك الساعة وأنا بذكر عشان أشوف ياخد مني كام. وجدت الأذكار التي تعطيك ملايين الحسنات لا تتجاوز 1.5 ساعة في اليوم فقط، ده بخلاف الطاعات اللي انت بتعملها. عرفت الذكر يعني ايه؟ وآمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، اللي هو الشيطان يعني. خلاص كده؟ طلبه العدو سراعا في أثره، عايز يجيبه، عايز يمسكه، ما هو العدو بتاعه. فأتى حصنا حصينا فدخله، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان
إذا كان في ذكر الله تبارك وتعالى. يبقى احنا قلنا النهاردة ذكر 100 مرة هتقولها، والحديث ده في البخاري ومسلم اللي هو بتاع 100 مرة ده. طب حديث آخر أو أخير، قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح وإذا أمسى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عارف زبد البحر اللي هو إيه؟ طب الأول عارف البحر اللي هو إيه؟ يعني البحر المتوسط أو المحيط، ده اسمه بحر. وأنت عارف الكرة الأرضية دي 70% مية و30% يابسة اللي احنا عايشين عليه، خلاص؟ 70% مية دي اسمها بحر، حلو؟ الزبد الفقاقيع اللي بتكون على وش المية، عارفينها طبعا. لو انت عملت ذنوب كفقاقيع البحر وقلت 100 مرة الصبح سبحان الله وبحمده ومئة مرة بالليل سبحان الله بحمده، ذنوبك تمحى. دي تفرط فيها دي؟ فأنا مش فاهم والله. لسانك ده اللي ممكن ترتقي بأعلى الدرجات سايبه عطلان ليه؟ في أي مشوار وانت راكب السيارة يا أخي اقفل الراديو اللي انت عامل لك دوشة ده واشتغل بالذكر. فذكر الله تبارك وتعالى أحسن ما يكون المرء منه من الشيطان. إذن حياة قلبك في ذكر الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذاكرين له والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.